انطلقت بالقاهرة الاجتماعات السنوية للآليات الإفريقية لمراجعة النظراء المعنية بمجتمع التخطيط الإنمائي الوطني. وخلال كلمتها قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالي السعيد إنه من المتوقع وصول معدلات النمو لـ 4% خلال عام 2023-2024، لافتة إلى أن المتوقع جمعه من برنامج الطروحات الحكومية حتى نهاية يونيو 2024 يقارب 5 مليارات دولار. عملية التمويل وخصوصا مع أزمة كوفيد 19 بقى تحدي التمويل التنمية من التحديات الكبيرة، ولكن هذه الدول لديها من الموارد الطبيعية الكافية اللي هي لابد ان هي تستغلها، لابد ان هي تزود مستوى التجارة البينية بينها، بس ده محتاج ايضا الاستثمار في البنية الاساسية. فبنضع كل هذه التحديات والفرص اللي قدامنا، وبنقول ان مهم جدا ان كل هذه الدول تستفيد من الفرص الاخرى. كل دول أفريقيا لديها خطة للتطوير والتنمية، ونحن هنا اليوم للتأكد من أن خطط التنمية متوائمة ومتكاملة في إطار خطة التنمية المستدامة وأجندة التنمية الأفريقية 2063. فالهدف من اجتماع اليوم الحديث عما حققناه خلال 10 سنوات الماضية إلى جانب وضع خطة لـ 10 سنوات مقبلة.